فلوجو في نص الطريق. طبعا يا اخواتي كملوا الفيديو للاخر ده عشان تشوفوا انا رايح فين وجاي من فين. طبعا ركبنا القطر زي ما انتم شايفين والمسافه كانت طويله، وبالنسبه لي انا اول مره اروح جنة. طبعا اول ما نزلنا انا ما كنتش فطرت ولا كنت اكلت ولا كنت عملت اي حاجه، دورت على مطعم عشان اكل فيه وللاسف طولت كتير. وهنا اول ما نزلت جنة قعدت اتمشى على الرصيف ده، اتمشى للاسف ما لقيتش مطعم خالص. وعايز اقول لكم حاجه كمان، الجو كان موت، الجو كان عايز كله نفر. تمام، بالمناسبه انا كنت رايح التجنيد بتاع جنة عشان اجيب استماره 2 جنيه. بعد ما زكت من المشي يا جدعان قررت ان انا الف تاني لان ما لقيتش اي مطعم خالص، وفضلت ماشي في الطريق دي لغايه لما انا تعبت حرفيا. المهم بعد ما خلصت الشارع اللي انا فيه ده ما لقيتش مطعم، وحاولت ان انا الف تاني ومشيت في الطريق ده. ونسيت كمان اقول لكم على حاجه، انا اول ما نزلت جنة جبت الاستماره 2 جنيه دي وفضلت قاعد كده وبصور. ونكمل طريقنا يا اخواتي في رحله الخير. طبعا انا وماشيين كده بندور على مطعم، رجعنا للطريق دي وشفنا المنظر ده موت. اتفرجوا يا جدعان واستمتعوا، بصوا المنظر عامل ازاي، بصوا الخضره كمان حاجه توب التوب. بعد معناه من الجوع يا اخواتي وصلنا للراجل ده وشوفوا اكلنا ايه، فول وبيض وسلطه كده. المهم يا اخواتي كنا وفطرنا وشبعنا واتغدينا وعملنا كل حاجه. كنت رايح فرع اسمه اوروكسان الاشعه. طبعا يا اخواتي انا رايح اعمل الاشعه بتاعتي، رحت لقيت المكان لسه ما فتحش فقررت ان انا انتظر. بس يا اخواتي بقى خلصت من هنا ورحت على محطه القطر من هنا وانتظرت القطر لا يقل عن ساعتين. المهم استنينا بقى القطر لا يقل عن ساعتين او اكتر، ودول اصحابي بقى اللي كانوا معايا. المهم الجو كان موت. وطبعا يا اخواتي بعد طول انتظار جه القطر وركبنا فيه، وده المنظر كان في الطريق. طبعا المسافة كانت بعيدة شوية وده كان حالي، كنت زهقان خالص. طبعا يا اخواتي من كتر الملل اللي انا كنت فيه تقريبا كده صورت الطريق كلها. وهنا يا اخواتي بقى كنا جربنا نوصل خلاص كده فاضل تكة وننزل كده من القطر. والحمد لله يا اخواتي القطر وقف ونزلنا من القطر وفضلنا ماشيين كده. وده صاحبي بقى اللي كان ماشي معايا طبعا كان زهقان خالص. ووصلنا بقى بلدي العزيزة محطة اسنا. بعد كده احنا داخلين البلد السكة كانت مقفولة وفضلنا منتظرين تاني. بعد كده مشينا يا اخواتي وده كان حالنا في الطريق هنا وماشيين. بس كده يا اخواتي كده وصلنا البيت وكده الفلوج خلص. طبعا ده بالمناسبة اول فلوج ليا، يا رب يكون عجبكم. لو عايزين فلوجات تاني اكتبوا في الكومنتات.